أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض مقدمات المقدمات التي لها علاقة بمبحث هذه الحلقات ألا وهو الاستدلال على أن الإمامة أو الخلافة بعد النبي لا بد أن تكون بنص من الله عز وجل وإن اختلفت فيها الأمة وذهب البعض إلى أن الخلافة ممكن أن تتحدد بالتعيين أو البيعة أو الشورى أو غير ذلك مما ذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء اخواننا السنه ووصل بنا الكلام الى المقدمه الثانيه وقلنا في المقدمه الثانيه ان المدرسه اتباع مدرسه اهل السنه ذهبوا الى ان الخلافه هي من الفروع وليست من الاصول وقلنا ان اتباع مدرسه اهل البيت ذهبوا الى ان الخلافه من الاصول وليس من الفروع وهنا سؤال لمن ذهب الى ان الخلافه من الفروع وليست من الاصول فنقول اذا كانت الخلافه او الامامه هي من الفروع فلماذا تطرح عند بقيه المدارس في مباحث الاعتقاد فاذا كانت هذه القضيه فرعيه وليست اصليه ينبغي ان تطرح في المسائل الفقهيه ولكن تم طرحها في اغلب الكتب في مباحث علم الكلام مما يشير الى ان الذي يطرحها في ذلك الكتاب ويقول بانها من الفروع ليس لديه قناعه كامله على انها من الفروع ولذلك يتم او تم طرحها خلال مباحث علم الكلام في هذه الحلقه ايضا ان شاء الله نبدا بالمقدمه الثالثه وهي ماذا تعني الامامه عند اهل السنه وماذا تعني الامامه عند الشيعه. قطعا المتتبع لحياه النبي صلى الله عليه واله وسلم نرى ان النبي كان اماما للمسلمين ومرجعا لهم. وإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات جانبين الجانب الأول الإمام في الدين فعنه يأخذون معالم دينهم وشرائعه وأحكامه وهو الحافظ له من الضياع والتحريف والبدع والضلالات وإلى ذلك يشير مثل قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتبين للناس ما نزل اليهم. فاذا المنصب الاول او الدور الاول في امامه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي كان يعلم الناس معالم الشريعه ويحافظ على الشريعه ويرد الاشكالات الوارده على الشريعه وبالتالي فان النبي صلى الله عليه واله حافظ وناقل ومعلم. للأمة على مستوى الشرع والشريعة والجانب الثاني من الإمام في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شؤون الدنيا وهي الإمامة السياسية التي هي عبارة عن كونه السلطان الحاكم عليهم الذي يتولى شؤونهم ويدير أمورهم وينظر في صلاحهم وينطق عنهم ويحيي ويجبى اليه الخراج ويقوم بالامور الاداريه التي فيها صلاح المجتمع والحفاظ على تلك الدوله العظيمه التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله وسلم وكما هو مقتضى الايات الكثيره المتضمنه للامر بطاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك من اجل الصلاح والاصلاح وبناء المجتمع وجعل الحياه التي يعيشها الانسان المؤمن حياه مطمئنه بعيده عن المشاكل كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثلت الإمامة لديه على المستوى الأول وهو في الدين والمستوى الثاني وهو في السياسة. أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإمامة عند الجمهور فهي تختص بالجانب الثاني أي في البعد السياسي دون الأول. اما بالنسبه الى الاماميه الشيعه فان الامامه لديهم تتمثل بالمستوى او الجانب الاول والجانب الثاني اذا الاماميه او الامامه عند اهل السنه تتمثل بالجانب الثاني ولذلك يعني بعباره اخرى كانما الامامه لديهم تتمثل بالجانب السياسي وليس لها علاقه بالجانب الديني كانما الامام هو رجل سياسه يقوم باداره الدوله في الابعاد السياسيه فحسب اما بالنسبه الى القضايا الدينيه فلها اهلها وهم من يقومون بالدفاع ودفع الشبهات والاجابه على الاسئله الدينيه التي تتعلق بحياه الامه ولاجل ايقاف الباحث او السامع على صحه هذا الامر باعتبار ان البعض عله يستشكل يقول وما هو الدليل على ان اهل السنه يذهبون الى ان الامامه تتعلق في الجانب السياسي دون الجانب الديني ولاجل ايقاف السامع على صدق هذا الامر نشير الى بعض كلماتهم نشير الى بعض كلمات علماء اخوان السنه قال الباقلاني في قال الباقلاني لا ينخلع الامام بفسقه الامام وان كان فاسقا لا ينخلع لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الاموال وضرب الابشار او, أو تناول النفوس المحرمه وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه، هذه الامور التي يفعلها الامام وان كانت فيها شيء من الظلم والمعصيه يقول ولا يجب الخروج عليه. وقال الطحاوي: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننتزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل. فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالهدايه والصلاح، وهذا طبعا كلام موجود في العقيده الطحاويه صفحه 379 وقال التفتزاني في شرح العقائد ولا ينعزل الامام بالفسق او بالخروج عن طاعه الله تعالى والجور لانه هنا راح يعلل يقول هذا الامام وان كان فاسق هو اذا كان فاسق معناته انه ما له علاقه بالدين نحن قلنا بان اتباع اهل مدرسة الخلفاء اخواننا السنه يذهبون الى ان الامامه تتناول الجانب الثاني وهو الجانب السياسي وليس علاقه لها علاقه بالجانب الديني ونحن الان نستدل من اقوال علمائهم وهنا التفتزاني يقول: ولا ينعزل الامام بالفسق او بالخروج عن طاعه الله تعالى والجور، لماذا؟ لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون اليهم او ينقادون لهم يقول بما انه السلف كانوا ينقادون اليهم لهم فمعنى ذلك انه ماكو مشكله في الامام الى غير ذلك من الكلمات التي ذكروها في وجوب اطاعه السلطان الجائر وحرمه الخروج عليه اذا كان جائرا فمعنى ذاك انه ليس له علاقه بالدين فمعنى ذلك انهم يذهبون الى ان الامامه هي في الابعاد السياسيه فحسب وليس لها علاقه بالجانب الاول من امامه النبي صلى الله عليه واله وسلم المتمثله بالامامه الدينيه بالاضافه الى الامامه السياسيه. اللهم صل على محمد وال محمد